اول المشاريع يا استاذ محمد اللي لازم يكون البت فيها واللي لازم يتم فيها التفكير هو زراعه النباتات الطبيه. زراعه النباتات الطبيه من الزراعات اللي بتدر ارباح هائله للدول اللي بتزرع فيها. ليه ما نزرعش النباتات الطبيه؟ ليه كل اعتمادنا يكون على زراعه الطماطم وعلى زراعه الفلفل وعلى زراعه الخيار وعلى زراعه بعض انواع الفواكه اللي بتكون بعض الاوقات مش مثمره ماديا للمزارع؟ ليه ما تخلوش يزرع بعض النباتات الطبيه وتكون انت واحد من المصادر الاساسيه اللي بتصدر هذه النباتات على مستوى العالم؟ لو تفتكر احنا كنا بنتكلم في الحلقات بتاعتنا السابقه وان الفلورا المصريه ضعيفه. يعني ايه فلورا؟ يعني عدد النباتات الطبيه اللي بتزرع في هذه الدوله. الفلورا المصرية ضعيفة جدا، لو جينا نقارنها بالفلورا الهندية أو بالفلورا بتاعت الصين ستجد يعني إن هناك كم هائل وهناك كم هائل، إنما هنا في مصر عدد قليل جدا من النباتات الطبية. لكن بنسمع دايما عن إن داخل سينا الحبيبة أرض الفيروز بيبقى هناك نقول ده هناك نبات طبي مش موجود إلا في سينا أو بيزرع بيطلع بشكل بري. بيطلع بشكل زي ما أنت قلت إيه بري. الطلوع البري ده مش ده شيء مش كويس، يعني كون اللي أنا ألم أشياء بتعتمد عليها الطبيعة في الطلوع لا ده شيء مش كويس، لكن لازم تتزرع تبقى سطايفه تبقى مزروعه مش تبقى وايلد. احنا عندنا النباتات الطبيه في اللي هو الوايلد وفي حاجه اسمها السطايفه المزروع. لازم قدر المستطاع ان احنا نحول الوايلد ده للسطايفه بعد ما احنا نعمل عنه الابحاث اللازمه واللي مبين فوائده وبالتالي العالم كله يبتدي يشتري. طب احنا قلنا زي ما الجماعه الصينيين والجماعه الهنود عملوا كده. نعم. بداوا اللي هم يعملوا ابحاث عن النباتات الطبيه اللي بتطلع عنهم وبالتالي العالم كله بدا اللي هو يشتري. على سبيل المثال الهند عندك النبات الكركم بتزرع في الهند. كل البشر على وجه الارض عارفين فوائد الكركم كواحد من المواد الاساسيه المضاده للاكسده، في ماده فعاله اسمها كركمين الماده الصفراء اللي بتدي اللون الاصفر. هذه المادة مضادة للأكسدة وبتحمي الكبد. كل العالم بالكامل بيستخدم الكركم مش بس كواحد من البهار أو واحد من التوابل، لا كحاجة كمان صحية. في الناحية التانية الصين كل الناس عارفة فوائد الشاي الأخضر. يعني ليه إحنا ما يبقاش عندنا أحد النباتات الطبية اللي متميز بيها؟ ولنفترض يا أخي اليانسون، يعني اليانسون من العائلة الخيمية اللي فيها اللي بتزرع في مصر واللي إحنا عندنا فيها خبرة كبيرة جدا، واحد من النباتات الطبيه الجميله حتى كمريحه لجهاز الهضم ومهضمه. ليه ما بيتمش اللي انت بتعمل دعايه صح او بتعمل ابحاث مختلفه بحيث ان انت تنشر ثقافه استخدام اليانسون في العالم كله؟ يعني نعم. ده هيجيب لك بربح ليك. نعم. والمزارع، وهيخلي الناس كلها يعني تبتدي تفتح الافاق اللي انت تفكر في شيء جديد. طب يا دكتور احنا عندنا في مصر مشكله كبيره اللي احنا اتكلمنا عليها في حلقات يوم السبت المميزه عن فيروس سي. فيروس سي النهارده بنقول ان هناك نباتات طبيه بتعالج فيروس سي، هل ممكن ان احنا نبدا في زراعه هذه النباتات نظرا لحجم المرضى او عدد المرضى المهول اللي 14 مليون او اكثر حسب الاحصائيات؟ شوف انا عاوز اقول لحضرتك على حاجه مهمه جدا في النباتات الطبيه برضه. مش كل النباتات الطبيه تنفع تتزرع في كل الاراضي، يعني حاجه زي المستكه على سبيل المثال المستكه المميزه او الكويسه اللي بتتزرع مثلا هي القبرصي. ليه؟ لان الماده الفعاله في الجو ده، معناها ان هي بتيجي من قبرص في الجو ده، في الماده الفعاله في الجو ده اللي هو الجو بتاع قبرص، الماده الفعاله اعلى تركيز ليها. كذلك برضو حاجه زي مثلا الكركم زي ما احنا قلنا، مثلا ما ينفعش مثلا يتزرع مثلا في مصر. حاجه زي مثلا اللبان الضخم ما ينفعش مثلا يتزرع في مصر. حاجه زي مثلا الصبر الجريد الاعلى او الطبقه الكويسه او النوع الكويس اللي بيجي مثلا من اللي هو بيجي من اليمن. فاذا في كل بلد بيميزها عدد معين من النباتات الطبيه. اللي انت مطلوب منك ان انت تطور هذا العدد، يعني زي ما انا قلت لسيادتك حاجه زي اليانسون واحد من النباتات الطبيه اللي مصر بتتميز بيها وبتتميز بزراعتها وبنزرعها بكميات كويسه. حاول انت تكبر بقى، خلي يعني اعتماد العالم كله على 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 الانتاج اليانسون من مصر فقط لا غير، ليه ما يكونش كده؟ فده اللي انا عاوز اوصله لسيادتك، ان مش ما ينفعش كل النباتات الطبيه طبعا تتزرع في مصر، ان الموضوع مختلف لان انت بتعتمد على جو معين. ولكن الجماعه اللي هم بتوع الزراعه عندهم ابحاث معينه بيقول لك الارض دي بتلائم والجو ده يلائم مثلا نبات كذا، فازرع هنا نبات كذا. الارض دي تلائم نبات كذا والجو ده يلائم نبات كذا والوقت ده من السنه يلائم نبات كذا، فازرع نبات كذا. اذا انت محتاج العلم سواء مع زراعه او سواء صيدله عشان يستخلصوا النباتات الطبيه ويبتدوا يشوفوا تاثيرها، او سواء العلوم الطبيه عشان خاطر الاطباء يبتدوا يوصفوها. احنا بنتكلم على منظومة بحث علمي متكاملة يا استاذ محمد، منظومة بحث علمي متكاملة شاملة كل الأطياف العلمية. حاجة تانية مهمة جدا عاوز أقول لحضرتك عليها، هو أحد الأخبار
اسرائيل احنا قلنا لو تفتكر في حلقاتنا السابقه للاطباء نوعين، اللي هو الام دي اللي هو الميديكال دكتور، والان دي اللي هو الناتشو باسك دكتور. ده الكلام ده في امريكا وبريطانيا واستراليا واليابان وكل العالم المتقدم ما عدا العالم العربي. ما عدا العالم العربي. اسرائيل في الفترات السابقه انشأوا كليه اسمها سي اي ام، الكليه دي موجوده في النصره، وظيفتها اللي هي بتدرس علوم النباتات الطبيه للطلبه اللي هم الاسرائيليين وعرب 48 وبيطلعوا منها التخصص ده. اذا لحد امتى هنفضل بالجهل ده؟ سؤال والله يطرح نفسه، لحد امتى؟ طب احنا من هنفضل خلال هنفضل امتى لغايه دلوقتي نايمين يعني؟ من خلال شاشه قناه الناس يا دكتور، عايزك توجه كلمه للمسؤولين حول دور مصر او الدور اللي انت ترجاه من 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 الحكومه المصريه او من رئاسه الجمهوريه في تفعيل هذا العلم ويعني وتوظيفه لخدمه البشريه او خدمه مصر، مش خدمه مصر بس، ده البشريه كلها هتستفاد من يعني البحث في علوم النباتات. احنا كل اللي احنا عاوزينه نعمل شبه ما الامريكان عملوا. شوف انا بقول لحضرتك يعني ليه احنا بنستخدم كل حاجه امريكا بتعملها، كل شيء امريكا بتعمله من العلوم الحديث احنا بنستخدمه. للاسف الشديد ما عندناش روح اللي هم يستخدموا حاجه احنا بنعملها. كل اللي احنا بنطلبه اللي انت تجيب ما هو موجود في امريكا وتطبقه في مصر. شوف احنا مش بنطلب يعني مش بنطلب اكتر من كده، مش بنطلب اللي احنا نخترع حتى اللي هو ايه بقى الموجود، اللي هو العلوم النباتات الطبيه اللي انت يبقى عندك الكليتين، الكليه اللي بتطلع الام دي والكليه اللي بتطلع الان دي، بحيث ان انت تقضي على الجهل تماما في موضوع النباتات الطبيه. يبقى احنا نتخلص زي ما انت شايف كل حلقه بنقعد نطلع بلاوي سوداء، كل حلقه بنقعد نطلع بلاوي سوداء في استخدامات النباتات الطبيه للاستخدام الخاطئ، كل حلقه بنقعد نطلع بلاوي سوداء. ليه؟ لان للاسف الشديد اللي بيعالجك للاسف الشديد اصلا ما بيعرفش يقرا ويكتب.